أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة استمرار غياب السلطة المحلية عن تعز وما يرافقها من انقسامات وانفلات أمني. مر أكثر من شهر على تعيين نبيل شمسان محافظا لتعز خلفا للمحافظ السابق أمين محمود. لم يصل الرجل إلى المحافظة لمزاولة مهامه، وهو أمر يرى الكثير أنه مرهون بتسويات معينة لم تتم حتى الآن، خصوصا وأن المتابع يدرك أن ما جنته تعز من تعاقب مفرغ للسلطات المحلية كان أهم أسبابه الخلاف السياسي المحلي والإقليمي، لتبقى تعز وحدها تجني خيبات الحصار وغياب السلطة المحلية والانفلات الأمني. وأمام كل هذا تبقى التساؤلات الحاضرة دوما، ما الذي بالإمكان أن تقدمه السلطة المحلية الجديدة؟ وما موقف القوى الإقليمية المتحكمة بالمشهد في تعز؟ وهل سيطول انتظار السلطة المحلية الجديدة كثيرا؟ قبل النقاش نتابع التقرير. أكثر من شهر مر على تعيين نبيل شمسان محافظا لتعز، لكن المحافظ الجديد الذي يقيم في القاهرة لا يزال ربما يجهل الطريق إلى المدينة المنكوبة بالحرب والحصار والانفلات الأمني وغياب السلطة المحلية. تعيين شمسان جاء للخروج من دوامة الخلافات التي صاحبت تعيين وأداء المحافظ السابق أمين محمود، لكن تعيين المحافظ الجديد وإن كان قد خلق نوعا من الارتياح في أذهان المعارضين لأداء محمود، إلا أنه واقعيا لا يزال دون أي أثر ملموس، فالرجل لم يوضح أسباب عدم قدومه حتى الآن، وهو أمر أثار العديد من التكهنات وقوبل بالعديد من التفسيرات. فبينما يرى البعض أنه بانتظار تسويات معينة تسبق قدومه، يرى البعض أنه يتعمد التأخير في الوصول حتى مرور الذكرى 8 لثورة فبراير. وأيا يكن، فالثابت أن تعز بمشاكلها ظلت بمنأى عن تعاقب السلطات المحلية، وظلت مشكلة الحصار والانفلات الأمني والانقسامات السياسية والأمنية هي من تتحكم بالمشهد وتقوده من سيء إلى أسوأ. أبدأ النقاش مع ضيفي من تعز الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. أستاذ عبد الهادي، إذن كما يرى الكثير أنه من الواضح الآن أن المشكلة في تعز هي معقدة كثيرا، ويمكن أن نلحظ ذلك من تعاقب السلطات المحلية. برأيك لماذا هذا التعقيد في تعز؟ أعتقد أن المشكلة في تعز هي جزء من المشكلة في المناطق المحررة، أي جزء من المنطقين المشكلة العامة في الجمهورية اليمنية، أي بالذات في المناطق المحررة. هو إشكال عام علينا توصيفه بدقة. هناك إشكالية أساسية، وهي إشكالية كبيرة متعلقة بالرؤية الاستراتيجية أو الرؤية الوطنية للسلطة الشرعية التي لم تتضح في تعز بشكل واضح، وهي موجودة. الإشكالية موجودة في عرموت، الإشكالية في سبوة، الإشكالية في لحظة، الإشكالية في عدد. في تعز بحكم الكثافة السكانية، العدد الكبير، التنوع داخل المجتمع، بقاء مديريات مهمة جدا غير محررة، تعز مقطعة الأوصال بين سهل الساحلي مفصولا عن بقية المحافظة، وما بين موارد اقتصادية خارج السيطرة، الانتقال من منطقة الحوان إلى المدينة يكلف المواطن 9 ساعات. تعز تحت ضغط كبير، هذا الضغط الكبير هنالك جيش بعدد كبير يفوق 30,000 بدون توفير مستلزمات ومهامه. هنالك تخاذلا في السلطة الإدارية، علينا أن نحدد أين التداخلات. هنالك حالة من التداخلات بين الملفين الأمني الذي من المفترض أن يسند للداخلية والجيش، وهذا الملفان يجب أن يفصل، وما بين ملف السلطة المحلية. هناك في تعز عبارة صارت مبررا للجميع، لا توجد إمكانيات ولا ندري تحديدا على الإمكانيات المقصود بها المال أم الإمكانيات الذهنية، وهي في نظري تعبيرا عن غياب الرؤية و
لآلية التحرير، لآلية الإدارة، لآلية العلاقة مع السلطة الشرعية في ضمن الدولة الاتحادية. هذه المسألة غير واضحة. تعيش حالة من الحصار، حالة من سوء الخدمات في الجانب التعليمي، في الجانب الصحي. تعيش محافظة مستنزفة وفيها تكتل سكاني ضخم جدا وله إشكالات، وهي من المدن النشطة على وسائل إعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن مشكلة تعز أولا ترتبط بدرجة أساسية ليست للمحافظ فقط ولا قاعدة المحور، لكن ترتبط بالسلطة الشرعية بعجزاتها وتحديدا بالرئاسة المحتكرة للملفين العسكري والسياسي كما صرح الأخ رئيس الوزراء. هذا أولا. وثانيا ترتبط بالأحزاب الداعمة للسلطة الشرعية. وثالثا من أجل تحقيق استقرار حقيقي في تعز أعتقد أن هناك خطوة يجب أن تقوم بها السلطة الشرعية. يجب أن يعود أعضاء مجلس النواب، السفراء السابقين، وزراء سابقين، الوزارات الاجتماعية التي شوفت في تعز هي القاهرة والرياض وإسطنبول وأيضا أبو ظبي وبعض العواصم العربية. هذه لو عادت نحن من المجتمعات الشرقية، من المجتمعات التي يسود فيها النموذج الأبوي أو ما يسمى بالنموذج القصيري، وجود هذه الشخصيات كيف يشاهد يوجد مثلا بأكثر من 65% من استقرار المحافظة ومن إعادة جدولة الإنسانيات. طيب، من باب أولى قبل أن تعود هذه النخبة إلى محافظة تعز، لا يفترض أن يعود المحافظ؟ ما هي المبررات حتى الآن لعدم عودة أو وصول المحافظ الجديد لتعز بعد مرور شهر على تعيينه؟ هنالك عدد كبير من الملفات والإشكالات العالقة والمرتبطة بقيادة السلطة الشرعية تحديدا. أعتقد أن هذه الملفات يجب أن تحصل من ضمنها مسألة الأداء، مسألة التحرير وهي الهم الأساسي للتعز، ثم مسألة الحصار. هذه الملفات هي في وجهة نظري السبب الرئيسي في تأخر الأخ المحافظ عن العودة. هنالك ترتيبات، أعتقد أن هذا التأخر أيضا عانى منه المحافظين السابقين قبل أن يصل إلى المحافظة، عانى منها الأستاذ القدير علي المسلمي وكذلك الدكتور أبي محمود، وتأخر الإنسان. هناك قضايا شائكة يجب أن يتم حسمها. هذا جزء من هذا التأخير. هناك تداخلات فيما يخص الوكلاء، هناك نوعا من حالة الانقسام تحضر كل المتناقضات في تعز، ومع الأسف الشديد من جميع القوى ومن جميع الأطراف، وتغيب تعز ومواطنيها ومصالحهم الأساسية هي من تغيب عن تعز بشكل عام. أعتقد أن على قيادة المحور العسكري أن تستكمل البنية القضائية وبقية الجوائر، أي النيابة العسكرية والقضاء العسكري، وأن تثبت في قضايا متعلقة بالضابط. وأعتقد أن الانضباط والسيطرة على الجانب العسكري لن تتحقق بشكل كامل إلا باستكمال التحرير. عندما تتجمع قوة كبيرة وتشعر أنها بلا مهام تتحول إلى إعاقة وعبء يصعب السيطرة عليها ما لم تستكمل أدواتها، هنالك نقصا كبير فيما يخص أدوات الجانب العسكري. لا أعتقد أننا مفوضين بنقاشا يناقش الإخوة العسكريين. هنالك أيضا عدم وضوح رؤية كاملة فيما يخص الجانب الأمني، وهنالك حالة من الانفصال. مواطنون يقاتلون استعادة دولة، رموز هذه الدولة خارج البلد، قياداتها خارج البلد، نخبها خارج البلد. العملية تنعكس من الأعلى إلى الأسفل. لا يمكن مناقشة جزئية دون مناقشة الإطار العام التي وردت فيه هذه الجزئية. تعز مجرد محافظة ضمن المناطق المحررة التي تشكي السلطة بشكل دائم، السلطة الشرعية، أن المناطق المحررة أي العالم ينظر إليها عبر هذه المناطق، لكنها لا تتجرى على إنتاج حلول حقيقية على مستوى الواقع. تفتكر المسألة مجاميع كبيرة البلد خارج البلد، يعطي على هذه القوى وعلى قيادات البلد إذا أرادت أن تحقق استقرار وأن تحل إشكالات أن تعود كافة القوى للداخل أولا حتى
الحكاية تسمى إعادة نقاش هذه المفردات هذه الجزئية في العامة يستجد يوميا على الواقع العام. لكن الإدارة بالإنابة وبالوكالة كما يقال مسألة مصعبة، علينا أن نفصل ما هي الإشكالات الإدارية التي بلد الوكلاء في تعزهم يقصرون مثلا في أدائها بلد مجراء العموم بلد الأجهزة الصغرى، وما هي القضايا التي تقتضي وجود المحافظ ووجود قيادة القيادة العسكرية للمحور وقد تواجد قائد المحور ويقود اجتماعات، هناك لجنة أمنية ومفوضة تنفيذ صلاحيات، هناك إشكال في وضوح الرؤية، علينا أن نكون واضحين مع الناس لتحليل هذه المسألة، هناك غيابا للرؤية، نحن بلد يعاني في صوت الهوية الوطنية، نعاني إرداسات عندما لا تتضح الصورة لرؤوس الناس أو البرنامج المحدد للحركة تصبح الحركة عشوائية ومتقادمة وحالة من الاستنزاف والضغط. حالة تعز التي الآن مع الأسف ما نخاف أن تصبح تعز إلى حالة من الإحباط، تعز تقاتل 4 سنوات بمجرد بالشحن النفسي وبحملها للمشروع الوطني، لكن إلى متى سوف تظل صامدة بدون تحرير وتحت حالة الإطار؟ أعتقد أن المرحلة القادمة قد سوف تسقط أمطار الطريق الذي يربط تعز بعدم طريق مهدد عبر هيئة العرب، أصبحت الوضع السيء، وأعتقد أن تعز قد تدخل مع سقوط الأمطار حالة إطار مثبت ما لم يتم وصل المحافظة بالساحل الغربي وصل المدينة والمنطقة الوسطى من محافظة تعز بداخلها على البحر الأحمر، فأعتقد أننا أمام مشكلة كبيرة. شكرا جزيلا لك عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي. وايضا من تعز ينضم الينا استاذ العلوم السياسيه في جامعه الحديده الدكتور فيصل الحذيفي. اهلا بك دكتور فيصل. دكتور فيصل، طيب اذا ارحب الى حين ينضم الينا دكتور فيصل بالكاتب الصحفي احمد شوقي احمد من تعز. اهلا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا اخي سامي. استاذ احمد، الى جانب تعقيدات الانفلات الامني والحصار الجاثم على المدينه، هناك من يرى ان هناك عبء اخر يضاف الى ذلك وهي حاله الغياب للسلطه المحليه، ما رايك؟ طبعا هناك نقول حاله من عدم الترتيب او ترتيب الادوار في داخل مؤسسات الدولة في تعز والسلطة المحلية على رأسها، وهذا بسبب التدخلات الحزبية طبعا والضغوط التي تمارس سواء في على المستوى العلوي في قيادة الحكومة الشرعية او على مستوى لنا في على مستوى محافظة تعز، وبالتالي هناك كما قلت لك حالة من عدم التنظيم لأداء أجهزة السلطة المحلية وإداراتها ويعني وكلائها بشكل مناسب. أظن أن هذا عكس نفسه على الوضع العام، خصوصا وأنه يعني غالبية مثلا من يشغلون المناصب القيادية في السلطة المحلية أو المكاتب الحكومية هم يعني منتدبون أو مختارون من أحزاب سياسية، وعملية اختيارهم لم تكن عملية قائمة على مبدأ الكفاءة والمقدرة يعني التمكن من الأداء، وإنما كانت بناء على تمثيل أو ترشيح سياسي من هذه الأحزاب، وبالتالي هذه الأحزاب تشعر بأنها هي صاحبة القرار في عمل هذه الأجهزة، وحين تتضارب الخيارات السياسية تتضارب معها أداء هذه الأجهزة. إضافة إلى ذلك أن طبعا كما نعرف أن خلال فترة الحرب يعني انهارت المنظومات السياسية المختلفة، أو على الأقل نقول أنها أصيبت بضربات يعني كبيرة جدا أدت إلى تشوش أدائها وتركيبتها المؤسسية، وهذا أدى إلى نشوء لوبيات داخل الأحزاب السياسية هي من تقوم بإدارة عمل هذه الأحزاب بخلاف حتى قناعة غالبية المنتمين لها، وبالتالي ما دام أن هناك مراكز مصالح ولوبيات خاصة هي من تدير عمل الأحزاب السياسية أو على الأقل تستخدم اللوحات أو الباترينات السياسية والخاصة بالأحزاب والشعارات في خدمة أجندتها الخاصة ومصالحها الخاصة، فلا غر أن ينعكس هذا أيضا على الأداء السلطة المحلية وعلى أداء أجهزتها وعلى المشاكل التي تنتج بسبب هذه يعني التضاربات والتناقضات. نعم
طيب نعود مره اخرى للترحيب بالدكتور فيصل الحذيفي استاذ العلوم السياسيه في جامعه الحديده. اهلا بك دكتور فيصل. مرحبا بك، اهلا وسهلا، تفضل. دكتور فيصل، السلطه المحليه المعينه اخيرا في حديثا في تعز، ما الذي يمكن ان تقدمه للمحافظه؟ كل من يصدر له قرار إذا كان مؤهلا وكفئا ووطنيا ودون ارتباطات مشبوهة يستطيع أن يقدم الكثير، لكن للأسف سلطة القرار التي يمتلكها الرئيس عبد الرب منصور هي تمشي باتجاه مبعثر أو باتجاه غامض. نحن في مرحلة حرجة، ويفترض أن تفرز السلطة بقراراتها اختيار الأكفاء واختيار الجديرين والمناضلين والذين مشهود لهم بالقدرة على العمل، لكن للأسف التقاسم الحاصل عكس نفسه على الأرض بأعمال سيئة. حتى الجهات التي تحاول أن تتقاسم السلطات المحلية لا تقدم أفضل ما لديها، وإنما تقدم من هو طيع بيديها حتى يلبي رغبتها، وهنا الكارثة. يعني الأطراف المحافظة للسلطات سواء في المركز أو في المحليات فقط تختار من ليسوا في محل طموح أو انتظارات المجتمع المحلي، وكذلك السلطة الشرعية أو سلطة القرار سلطة التعيين لدى الرئيس هذه لا تنظر بعين الاعتبار للاحتياجات الملحة لإصلاح ما هو فاسد. يعني أنا أقدر بأن الرئيس عبد الرب منصور تولى في وضع استثنائي سلطة فيها فساد كبير، لكنه لم يخط لنفسه خطا واضحا لإصلاح ما هو فاسد، ولكنه استمر بنفس المسار. وإذا سارت السلطة المركزية بنفس المسار والأحزاب التي تقدم مرشحيها بنفس المسار، فنحن لن ننتظر من أي من يعين في منصب ما سواء وزير أو رئيس حكومة أو محافظ أو حتى مدير عام، لن نتفر منه الكثير. وإذا كان في قرارة التعيين هنا وهناك شخصيات جيدة فهي في هذا الوسط المتعفن والوسط الفاسد لم يكن بمقدورها منفردة أن تقدم للمجتمع المحلي وللبلد في هذه الظروف الاستثنائية شيئا متوقع. طيب عدنا للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، برأيك ما هي عوامل نجاح المحافظ الجديد وأيضا لواء سمير الحاج؟ يعني إذا مركزنا على رأسي السلطة المحلية والجانب العسكري والأمني داخل المحافظة. طبعا هو حينما نتحدث عن محافظ ونتحدث عن قائد محور نحن نتحدث بالضرورة عن حكومة شرعية وعن رئاسة جمهورية وعن مؤسسة دولة متكاملة من رأس الهرم وحتى قاعدته، وبالتالي نحن حينما نريد من مثلا المحافظ الاستاذ نبيل شمسان واللواء سمير الحاج قائد محور تعز ان يثبتوا نجاحهم في بعض الاعمال، لابد من ان تمنح لهم الفرصه الكامله من قبل القياده الشرعيه او السلطه الشرعيه. وحينما نتحدث على الفرصه الكامله فنحن نتحدث ايضا عن قوه القرار السياسي، ونتحدث ايضا عن القدره على انفاذ القرار السياسي. بمعنى اخر لا يمكن ان يقوم المحافظ نبيل شمسان بممارسه مهامه في محافظه تعز في يعني كرجل سلطه او كرجل اول في سلطه ليست بيده. القيادات الوسطى والقيادات الدنيا يجب ان تكون ممتثله لقراراته، واذا ما حدث هناك تضارب غير موضوعي، مثلا اذا افترضنا ان هناك الاختلاف حدثت اختلافات غير موضوعيه ولا تخطب في سبيل إيجاد الأفضل من أجل إنجاح عمل السلطة المحلية، فيجب أن يغلب يعني وجهة نظر المحافظ إذا كان ثقة الرئيس به عالية. وهذا طبعا نحن نعلم أن يعني مسألة اختيار المحافظ مثلا بدرجة رئيسية هي تنال عناية معينة من رئاسة الجمهورية، لا تخضع لمجرد الترشيحات فقط وإنما أيضا للمعرفة الشخصية للتقارير الاستخباراتية والأمنية والتقارير العمل إلى الخبرة السابقة إلى يعني أشياء كثيرة جدا. وبالتالي أكيد أن اختيار محافظ محافظة لأحياء المحافظات يعني يعبر عن ثقة الرئيس الشخصية بهذه الشخصية المختارة، وبالتالي يجب أن تمنح الصلاحيات من أجل إدارة مهامها بشكل سليم. أيضا يجب أن تمنح القوة كما قلت لك والقرار المساند من قبل السلطة الشرعية، وأيضا هناك الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة الشرعية في تحمل، ونحن هنا نتحدث عن الحكومة الشرعية ونحن نتحدث من الرئيس عبد الرب منصور هذه،
ولا اتحدث فقط عن دوله رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، لانه الدكتور عبد الملك هو في الاخير يعني رئيس حكومه تنفيذيه، والقرار السياسي وشرعيه القرار السياسي وتاثير القرار السياسي وحتى القاعده الشعبيه المرتبطه التي منحت الشرعيه هي تمنحها لرئيس الجمهوريه. وللاسف نجد ان هناك يعني قفزات من قبل مثلا الرئيس في التعيينات والاختيارات قد لا تكون داخلة في عين الاعتبار اهتمامات أو توجهات الحكومة التي اختارها الرئيس نفسه أو أصدر قرارا بتشكيلها. وبالتالي مسألة الإشراف على أداء السلطة المحلية وعلى احتياجاتها وعلى التزاماتها وعلى حتى مشاكلها وحلها يجب أن تكون قائمة وباستمرار. يجب أن يكون هناك يعني أشبه بفريق عمل خاص برئاسة الجمهورية من أجل تجذير عمل سلطات الدولة في المناطق المحررة، لأنه يعني تأخرنا كثيرا وكثيرا جدا عن مسألة بسط نفوذ الدولة. إذا كنا نحن نسعى للتحرير ونريد أن ننتصر على الميليشيات الانقلابية فلا جدوى من التحرير ولا جدوى من إنهاء الميليشيات الانقلابية إذا لم نكن نحن قادرين على أن نملأ الفراغ وعلى أن نبني مؤسسة دولة حقيقية. وهذه كما قلت لك القيادة التنفيذية مهمها الغاية التنفيذي وعملي، ولكن المسألة إدارة العملية إدارة السياسة العامة لهذه العملية وإعطاء المشروعية للقرار ومعالجة المشكلات والإشراف على عمل هذه القيادات هو مهمة السلطة الشرعية، ويجب أن تستيقظ السلطة الشرعية للقيام بمهامها، خصوصا كما تحدثت لك مؤسسة الرئاسة مباشرة بالرئيس ونائبه. أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي أحمد شوقي أحمد من تعز، وأختم مع الدكتور فيصل. دكتور فيصل، كي يعود الاستقرار للمحافظة وكي ينجح المحافظ في مهامه الجديدة، ما المطلوب؟ المطلوب الأول هو توفر الإرادة لدى من قبل التعيين في هذا المنصب. هل لديه إرادة حقيقية ولديه مشروع فعلي في تحقيق انتظارات المجتمع المحلي من هذا المحافظ؟ طبعا تعز إلى الآن أمامها مطلبين ملحين جدا، المطلب المدني والإصلاح المالي والإداري الذي ينبغي أن تطلع به السلطة المحلية بقيادة المحافظ، وإعادة تفعيل كل مؤسسات الدولة وإعادتها للوضع الطبيعي. هذا فيما يخص المحافظ. في هناك مطلب آخر أمني وعسكري، وهو ما يخص إدارة الأمن وقيادة المحور. يفترض الناس ينتظرون تعزيز الأمن على المستوى الاجتماعي وكذلك تحرير المدينة من الحصار، وتحرير المدينة من الحصار هو الذي سيعطي تعز موقعا فعالا ورائدا وإيجابيا في إعادة الدولة، والذي ينبني عليه تشغيل المطار وتشغيل الميناء وإعادة المناطق الصناعية إلى وإعادتها بالضرائب والرسوب إلى الخزينة المركزية ممثلة بالمركز المركزي تعز. بدون هذين المطلبين المنتظرين من المجتمع المحلي لن يتحقق شيء. طبعا كما قلت لك سابقا هو الإرادة ثم الإرادة ثم الإرادة، وما يمتلكه الإنسان من كفاءة ومشروع فعلي لتحقيق هذين المطلبين. بدونهما سنظل نعيش كالسلحفاة، المجتمع يحاول أن يداري جراحاته حتى يبقى على الحياة وليس أكثر من ذلك. طيب، أهمية عودة أو وصول المحافظ الجديد وممارسة مهامه من المحافظة؟ طبعا الانتظار طال كثيرا، والغياب أيضا أوجد كثير من الشك في نفوس الناس، وبدأوا يتشائمون من المحافظ ومن قائد المحور بسبب التأخير. وصول قائد المحور أعاد الأمل، وكذلك وصول المحافظ سيعيد الأمل، ولكن وصولهما وحده فقط لا يكفي لإعادة الأمل والتيقن، وإنما ماذا سيكون لديهما من مشروع عمل حقيقي مباشر عند عودتهما؟ فنحن ننتظر عودتهما أولا، ثم ما الذي سيفعلانه مباشرة، وما هو المشروع الذي يسعيان له؟ فإذا كانوا سيحققون الانتظارات الاجتماعية التي أشرنا إليها، وهي الإصلاح المالي والإداري وعودة المؤسسات وكذلك تعزيز الأمن وتحرير المدينة، عند ذلك يمكن أن تكون تعز رائدة في دفع عجلة الدولة إلى الأمام، وبالتالي هزيمة حقيقية للحوثيين الذين سيخسرون كثيرا باستعادة تعز وكذلك باستعادة الحريرة وربما تستعاد حتى العاصمة قمعة. طيب سؤال أخير دكتور فيصل، تقول أنه حتى يتطبع الوضع أكثر داخل المدينة لابد من وجود إرادة
حقيقية لدى السلطة الشرعية. إذا حصرنا الموضوع فقط الآن وفق المتاح والممكن بيد السلطة المحلية سواء المحافظة أو قيادة المحور العسكري، ما الممكن والمتاح لهم اليوم للعمل من خلاله لبداية تثبيت الوضع والاستقرار داخل المحافظة يعني كصلاحيات؟ الصلاحيات منصوص عليها في القوانين السارية المفعول، وأنت إذا تصرفت بإرادة وبمشروع حقيقي للإصلاح فأنت ينبغي أن تتصرف في تعز كدولة لا كمحافظة تتبع رئيس الدولة، لأنه أنت لك كامل الصلاحية في هذا المجال. فالإصلاح المالي الإداري يستطيع أن يعزز موازنة تعز إلى الحد الذي تستطيع أن 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 تكفي ذاتها بما تحتاجه سواء في المياه، في الصحة، في عدد العمار، وبالتالي سيصبح سهلا جدا أن تتقدم بالمدد والعون من السلطة المركزية أو من الحكومة أو حتى من دول التحالف في استكمال ما تبقى. وعندما يرون دول التحالف عندما ترى بأن هناك مجتمع محلي متماسك وله مطالب وله وجهة تحترمنا، هم الآن لا يحترموننا لأننا نحن أنفسنا لا نتصرف بمسؤولية، وبالتالي تركنا فراغا وثقبا أسودا هي زادت الطين بلة. يعني سوء أداء التحالف هو أساسا مبني على سوء أداء السلطة الشرعية، هو مبني أساسا على سوء أداء المعينين في السلطات المحلية. يعني نحن اليوم ينبغي أن نبدأ للإصلاح من النقطة الذاتية منا نحن، فإذا ما أثبتنا للآخرين بأننا فعلا نريد البناء، السلطة الشرعية نفسها في ظل هذا الضغط ستستجيب، ودول التحالف أيضا ستستجيب، والعالم الخارجي سيستجيب، ولكن عندما لا نعزز ولا نبدو كمسؤولين حقيقيين لن يتجاوب منا أحد. المثل يقول ما حك جلدك مثل ظفرك، هذا ما ينطبق على أشكرك جزيلا دكتور فيصل حذيفي، إذن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، كنت معنا من تعز، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة هذا اليوم الزميل ماهر أبو المجد، في أمان الله.